3 أشخاص على الأقل لقوا ليلة السبت حتفهم وأصيب 14 بجروح في تفجير سيارة كانت متوقفة بمحاذاة مقهى شعبي في حي الشرطة الرابعة في جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. الانفجار خلف خسائر مادية في المحلات التجارية للحي وأيضا غضبا لدى السكان الذين تعبوا من العنف. الناس كلها على كاسبة كلها على باب الله يعني لاكو من الشرطة لاكو من الفشي كل شيء ما يهمه ناس على باب الله يعني الله يرضى محمد احنا ما اللي سوى هذا الشيء شنو يقصد به ما ندري يعني ما يريدون العالم تعيش زين اذا عنده شيء الحكومه يروح الحكومه ما يجي علينا احنا. هذا التفجير ياتي بعد ساعات من اعلان السلطات العراقيه ان اعمال العنف تراجعت في البلاد خلال شهر اغسطس وقالت ان عدد قتل الاعتداءات تراجع الى 164 في اغسطس مقابل 325 في شهر يوليو تموز.